السلام عليكم خوتي، احنا رانا هنا في دوار سيدي عبد القادر بلدية الداموس، حوالي 50 متر عن مقر المدينة. خوتي عندنا حالتين اجتماعيتين اصطدمنا بال يعني لما تنقلنا لعين مكان، يعني اصطدمنا بالحالة الاجتماعية الصعبة اللي رام عايشينها، يعني حالة لعجوزتين معاقتين ذهنيا يعيشون في حياة اجتماعية صعبة بدائية، لا مأوى لا شراب، يعني لا أكل لا تكفل اجتماعي، عايشين في كوخ، يعني كوخ ينعدم فيه أدنى شروط الحياة كما راكم تشوفوا. شلشانيوس نقلت بعد الاتصال بها وانقطاع السبل عن هاتين العجوزتين، يعني من طرف السلطات البلدية، السلطات الولائية، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الناشطة. خوتي كما راكم تشوفوا تعيش هاي كما راكم تشوفوا خوتي 65 سنة في عمرها، معاقة ذهنيا، يعني هي عايشة هي والأخت تاعها في أحد الأكواخ، شبه كوخ تنعدم فيه أدنى شروط الحياة كما راكم تشوفوا خوتي. والله ما يعني يعجز اللسان عن التعبير كما راكم تشوفوا خوتي. شوفوا راهم عايشين 2019، أين هم السلطات المعنية؟ أين هم الجمعيات الخيرية؟ صحايدك واش راكي لاباس؟ عيطتو مليح خالتي عايش؟ علاه خالتي عايش؟ علاه ما عيطوش مليح؟ ما جابكوش قضيان؟ شكون اللي ما جابكش قضيان؟ قفط رمضان ما جابولكمش؟ ما جابولكمش؟ كاش اللي جا عندكم؟ هاكم تشوفوا يا خوتي، حتى قفط رمضان يعني حرموهم منها. منين راكم تاكلوا؟ يجيبوا لكم الناس وليد عمهم، يعني يا عبد الله وليد عمهم يتكفل بهم، يعني يعني الإشارة، الأب تاعهم والأم تاعهم متوفين وعايشة هي وأختها في هذا الكوخ لعدة سنوات، لا إنارة لا شراب لا أكل. راكم تشوفوا يا خوتي أين هم السلطات المعنية. حنا شرشان نيوز لما اتصلوا بينا تنقلنا للمكان وتفاجأنا صراحة بالوضعية الكارثية اللي راهم عايشينها هي والأخت تاعها، معاقتين ذهنيتين بنسبة 100%. راكم تشوفوا يا خوتي، ايش راكي تاكلي؟ ما كاش الماكلة، ما كاش. واش راكي تاكلي خالتي عيش؟ راكم تشوفوا يا خوتي، هو يا خوتي ما عندهم لا اكل لا شراب، ما يعيدوا كيما الناس، ما صاموا كيما الناس. اين هم المحسنين؟ اين هم المتبرعين؟ حالة جد مزرية. الأخت تاعها خالتي فاطمة 65 سنة، معاقة ذهنيا بنسبة 100%. يعني والله حالة جد مزرية. خالتي فاطمة واش راكي؟ صحايدك. شكون ضربك خالتي فاطمة؟ يعني الحالة تاعهم صعبة هي والأخت تاعها، حالة اجتماعية. داهم المستشفى الناظور والأرض العقلية ومستشفى البليدة، يعني ما حبوش يشدوا، ما حبوش يتكفلوا بهم. من هذا المنبر، من شاشة نيوز، نشدون العائلة تحت الابن العم تاعها، يناشد السلطات الولائية التدخل والتكفل بها وأخذهم المصلحة للتكفل بهم كما راكم تشوفوا خوتي. نطالبوا من السلطات المعنية التدخل كما راكم تشوفوا خوتي. شوفوا راهم عايشين يا خوتي، شوفوا والله تفاجأنا صراحة بالحياة اللي هم عايشين فيها، على مقربة عدة بضع أمتار من مقر المدينة، مدينة داموس، حالة كما هذه والله. هاكم تشوفوا.